هنبتدي اخبارنا النهارده بمباريات اليوم ما بين نادي الزمالك اللي هيخوض مباراته الساعه 8 مساء تحديدا، هيلاقي اسوان على استاد القاهره الدولي. مذاعه هذه المباراه على اون تايم سبورتس 1 بقى استوديو تحليلي بالتاكيد هيكون ممتع لحضراتكم، تقدروا تتابعوه في اليوم الساعه 8 مساء. يبحث نادي الزمالك في هذه المباراة عن تصحيح المسار بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، وأصبح مهددا بفقدان مقعده في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع برصيد 43 نقطة. بينما يسعى أسوان لتكرار فوزه على الفريق الأبيض لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري. ركز الكولومبي خوان كارلوس أوزاريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على علاج الأخطاء الدفاعية بالتحديد من أجل تفاديها في مواجهة أسوان. كمان حذر اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس والتسرع في إنهاء الهجمات وطلبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر. كمان هيعود التونسي حمزة المسلوسي لقيادة الجبهة اليمنى بعد انتهاء إيقافه في ظل النقص العددي أيضا اللي بيشهده نادي الزمالك في تلك الجبهة، وبيشارك أحمد سيد زيزو في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي كظهير أيمن، ثم دخل محمود شبانة لسد الثغرة الدفاعية في تلك الجبهة. في الوقت نفسه بيعود نبيل عماد دونجا لقيادة الوسط بعد انتهاء إيقافه، من المتوقع كمان الدفع بالاستفادة منه خدماته في ظل النقص الحاد في مركز الوسط المدافع بنادي الزمالك. علشان كده من المتوقع أن يقوم أوزاريو بإشراق دونجا وسط الملعب. كمان يعود حسام عبد المجيد لمركز كمدافع صريح بدلا من محمود حمدي الونش اللي تأكدت إصابته بقطع جزء في الرباط الصليبي وسيغيب على أثرها في مدة لا تقل عن 6 أشهر، وما سيؤدي لاستعانة به من جديد بعبد المجيد في الخط الخلفي بجانب محمود شبانة على الجانب الآخر. طلب كمان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الزمالك تساعد الفريق الأسواني في تحسين موقفه في جدول الدوري الممتاز، خصوصا وأن أبناء زهرة الجنوب بيحتلوا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة. أوزاريو كمان أعلن القائمة اللي هيخوض بها الأبيض المباراة الأول، يمكن قدام حضراتكم موقف الفريقين، حيث بيحتل طبعا زي ما احنا عارفين النادي الزمالك المركز الرابع لعب 26 مباراة ليه من النقاط 43 نقطة، أما نادي أسوان في المركز الثاني عشر من 27 لقاء لعبهم تعادل في 7 فاز في 8 خسارة في 12 وله من النقاط 31 نقطة. قائمة نادي الزمالك في هذا اللقاء أمام أسوان هيكون في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبح والآخر من ضمن ومحمد نديم، هيكون كمان في خط الدفاع حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، محمود شبانة، مصطفى زناري، محمد طارق حاتم، محمد سكر. أما عن خط الوسط هيتواجد نبيل عمال دونجا ومحمد أشرف رؤى ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار واحمد بالحاج ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وكمان احمد سيد زيزو وابراهيم نضاي ومصطفى شلبي. اما عن خط الهجوم هيتواجد سيف الدين الجزيري وسامسون اكينولا، وبيغيب عن اللقاء كل من محمود حمدي الونش واحمد فتوح وعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وعمرو السيسي وناصر منسي للاصابه، ويوسف اسامه نبيه استبعدوا في بينما طبعا شهدت القائمة عودة محمد عواد من جديد.